lagi seru gitu. صوت كويس كده. مساء الخير. حتى عنده خلفية عن موضوع تاريخية الإصحاحات الـ 11 الأولى من سفر التكوين. بيتكلم عن إيه؟ اتفضل. اتفضل. وعن الأسئلة كلها. عظيم جدا. عظيم جدا. عظيم. يعني انا كاتب مذكرات اسئله عظيم استفسارات وكل الاعتراضات والتوفيق بين الراي العلمي والراي الفكري. عظيم جدا. طب حد يقول لنا ايه هي ماشي شكرا. طب حد يقول لنا ايه هي الاحداث اللي جت في تكوين 1 ل 11 بسرعه كده؟ الخلق صح. بعد كده تمام السقوط وبعد كده ايه والطرد من الجنة. عظيم. وبعد كده لا في حاجة ده تكوين 3 تكوين 4 قتل قايين لهابيل تكوين 5 سلاسل الأنساب بعد كده تكوين 6 طوفان نوح للأصحاحات اللي بعد كده لغاية بعد كده برج بابل. الأصحاحات دول 1 ل 11 هم أساس المسيحية. يعني احنا كنا بنتكلم النهاردة عن الرب يسوع المسيح وبنرنم عن الرب يسوع المسيح. لكن تخيل كده لو تكوين 1 ل 11 مش موجودين عندنا او زي ما بيقولوا مستوحاة بعض الخدام الموجودين حاليا في مصر بيقولوا مستوحاة من الاساطير البابلية او تكوين 1 ل 11 ده اجزاء شعرية او نصوص شعرية. تخيل لو ادم مثلا شخص افتراضي او شخصية رمزية مش شخصية حقيقية يبقى الرب يسوع المسيح ايه؟ شخصية حقيقية. اذا كان ادم الاول زي ما بيقول لنا بولس في روميا 5 وفي كورنثوس الاولى 12 اذا كان ادم الاول الانسان الاول شخصية حقيقية فلابد ان يكون ادم الثاني الانسان الثاني شخصية حقيقية. اذا كان ادم شخصية رمزية زي ما بعض بيدعي او اذا كان سفر التكوين 1 ل 11 نصوص شعرية اذا ده بينعكس على الرب يسوع المسيح نفسه. لو ادم مش حقيقي يبقى الرب يسوع المسيح مش حقيقي، يبقى ايماننا مش حقيقي، تبقى مسيحيتنا سراب، يبقى احنا بنجري ورا سراب. احنا في ايماننا بالمسيح ايماننا مؤسس على عمل المسيح، عمل الرب يسوع المسيح. المسيح هو النائب الثاني، النائب امام الله. المسيح هو الراس الفدرالي، الراس العهدي اللي جاي يصلح ما افسده ادم. المسيح جه يقف امامنا أمام الله في الصغر. المسيح جه عشان يشفينا من اللعنة اللي سببها آدم. فإذا كان المشكلة اللي أحدثها آدم غير حقيقية أو رمزية زي ما البعض بيدعي إذن المسيح ما عملش حاجة. لو كانت قصة الخطية والسقوط واللعنة والمرض وكل الحاجات دي قصة رمزية أو غير حقيقية أو مستوحاة من الأساطير البابلية إذن ده بينعكس على عمل المسيح في الآخر. إذن لو ده مش حقيقي إذن أنا وإنت مش مسيحيين في الآخر. إذن إحنا بنجري ورا سراب. عشان كده الموضوع ده مهم جدا النهاردة. الموضوع ده مهم لأنه مسيحيتنا وعلاقتنا مع الله وثقتنا في شخص رب يسوع المسيح وثقتنا في الكتاب المقدس متوقفة على تاريخية الإصحاحات دي. نقصد ايه بتاريخية الاصحاحات دي؟ نقصد انها تاريخية، انه تاريخ حصل فعلا، احداث حقيقية، مش شعر او مش مستوحى من الاساطير البابلية زي ما البعض بيدعي. النهاردة هكلمكم في بعض النقط. اول حاجة هنقول ليه الموضوع ده مهم، ليه في صراع على تاريخية الاصحاحات ال11 من سفر التكوين، ليه بيشكك فيها العلمانيين، ليه بيشكك فيها الملحدين واللادينيين والداروينيين والجماعة دول. لكن هتكلم عن نقصد ايه بالظبط بتاريخية الاصحاحات ال11 الاولى واهمية الدفاع عن تاريخية الاصحاحات ال11 الاولى. زي ما قلنا ان ده شيء متعلق بمسيحيتنا، شيء متعلق بثقتنا في الكتاب المقدس. لو ثقتنا في الكتاب المقدس اهتزت مش هيكون لينا الثقة في الرب يسوع المسيح، لان احنا معرفتنا عن المسيح جاية منين؟ جاية من الكتاب المقدس. عمل المسيح زي ما بيوصفه لنا العهد الجديد في روميا وفي كورنثوس مؤسس على الاحداث الحقيقية اللي حصلت لآدم وحواء. لو الأحداث الحقيقية دي زي ما بيدعي البعض إنها أحداث رمزية أو مستوحاة من الأساطير
اذا المسيح ما عملش حاجه في الاخر، اذا احنا نقفله الكنيسه ونروحه بيوتنا. عشان كده موضوع خطير ان احنا ندافع عنه ونهتم بيه. رابعا نتكلم عن بعض الادله العامه على تاريخيه الاصحاحات ال11 الاولى، ادله بعد كده ادله على تاريخيه ادم لكونه حجر الاساس للتاريخ الكتابي والانجيل المسيحي. اخر حاجه لو قدرنا نخلص كل ده بعض الاعتراضات والرد عليها. ليه الصراع على تاريخيه الاصحاحات ال11 الاولى؟ لما جم الجماعة العلمانيين والمتشككين واللادينيين والداروينيين في الغرب، لما حبوا يتخلصوا من سلطان المسيحية وسلطان الكنيسة في الغرب، قالوا كده انه مفيش بديل للخلق غير التطور. كان في نظرية موجودة برضو اسمها نظرية الحالة الثابتة، بمعنى انه كل شيء موجود زي ما هو من زمان، الكون لازال يكون موجود وكائن منذ القديم وسيكون وسيظل كما هو. زي ما قال كارل سيجن عالم دارويني برضو بيقول ان الكون هو ما كان وما كائن وما سيكون. لكن البعض العلماء بعد ما اوروبا لفظت المسيحية وتحولت إلى قارة علمانية، وبعد ما انهارت سلطة الكنيسة في أوروبا بعد القرون الوسطى، ظهر مناخ شكوكي، ابتدوا ينادوا بفلسفات شكوكية معينة، كانت شكلت بيئة خصبة عشان تظهر في نظرية التطور. نظرية التطور قديمة على فكرة، قديمة من سنين، من زمان نادى بها البابليين ونادى بها قدماء المصريين ونادى بها بعض فلاسفة المسلمين كمان. يعني محدش يجي يقول لنا ان التطور ده حاجة حديثة، لا التطور قديم، بس هي الظروف اللي لقيتها في المناخ الشكوكي المناسب لما ظهر الفلاسفة المتشككين لقى التربة خصبة انها تترعرع وتنتشر وتلاقي مناخ مناسب تكبر فيه. البديل عند العلمانيين للخلق هو التطور، لأن وجود الخالق يعني وجود الديان. لو الخالق موجود إذن في ديان سيحاسب أمامه الإنسان في الآخر. خلي بالك اللعبة هي لعبة أخلاقية أولا وأخيرا، وعايز يتحرر من وجود الخالق، لأن وجود الخالق يعني وجود الديان، واخد بالك؟ لأن هو إذا لم يوجد الخالق إذن بالتالي لن يوجد ديان. هو عايز يتحرر من المسؤولية المعنوية اللي على ضميره، عايز يقول ان مفيش خالق، زي ما المزمور بيقول لنا ايه، قال الجاهل في قلبه ليس اله، بعد كده يقول لنا ايه في العدد اللي بعده، فسدوا ورجسوا بافعالهم. عايز يتحرر من السلطان المعنوي ان في خالق سيحاسب امامه في النهاية. فاخترع اللعبة دي بتاعت التطور، لقاها لعبة ظريفة وشيك، ان احنا تطورنا تطور عشوائي، وبالتالي مفيش خالق، وبالتالي مفيش ديان سنقف امامه ونحاسب امامه في النهاية. وهم بيقولوا لنا ان الدليل على التطور دوت هو السجل الحفري. يعني ايه السجل الحفري؟ يعني الحيوانات الميتة اللي بيلاقوها في الصخور وفي الطبقات الصخرية اللي اتدفنت، هم بيقولوا على مدار ملايين السنين. لكن احنا كمسيحيين كتابيين بنقولوا لا، طوفان نوح هو اللي دفنها. لو طوفان نوح حقيقي، لو قمم الجبال تغطت فعلا بفعل طوفان نوح، لابد ان طوفان نوح يترك اثر، لابد انه يكون هناك ملايين بل بلايين الحيوانات الميتة، الحيوانات البحرية والحيوانات البرية، بل والحيوانات اللي بتطير كمان او الطيور، لانه حتى الطيور ما لقيتش مكان تقف فيه لان قمم الجبال تغطت. لو طوفان نوح حقيقي، اذا لابد ان طوفان نوح ترك اثره في الطبقات الصخرية وفي طبقات الأرض. لو طوفان نوح حدث فعلا زي ما بقول لنا الكتاب المقدس وفعلا حدث، إذن لابد أن يكون هناك ملايين الحفريات من الحيوانات ومن الحيوانات البحرية ومن البشر، وده فعلا اللي احنا بنلاقيه. هم بيقولوا العلمانيين والمتشككين أن دوت ده دليل على التطور اللي حدث عبر ملايين السنين، لكن احنا نقول لهم لا، ده دليل على ان على صدق كلمة الله، على ان الطوفان جه فعلا واهلك الارض، وزي ما قال الرب يسوع، قال زي ما قال الرب
أمحو من على وجه الأرض الإنسان الذي خلقتهم مع وحوش ودبابات الأرض. رب كان عايز يمحو كل الحاجات دي من على وجه الأرض، وهو ده فعلا اللي حصل. فما يجيش حد يقول لنا أن الحفريات اللي مدفونة في الصخور دي، سواء كانت حفرية سمكة، حفرية جمبري، حفرية قرد، أي حفرية، ما يقول لناش أن هي دليل على التطور. لا، ده مش دليل على التطور، ده دليل على صدق كلمة الله أن طوفان نوح ترك أثر في هذه الصخور وفي هذه الطبقات الصخرية. عشان كده احنا بنشوف هذه السجلات الحيوانات التي تدل على طوفان نوح. هم بيقولوا ملايين السنين من التطور نتج عنها ملايين الحفريات، ولكن المسيحيين يقولون أن السجل الحفري هو دليل حدوث الطوفان. الحل لدى العلمانيين إذن هو إنكار الخالق والطوفان. لما العلمانيين قالوا أنه مفيش، أن تكوين 1 لـ11 دوت مش حقيقة، لا في خالق ولا في خليقة ولا في سقوط ولا في طوفان نوح، اهتز بعض المسيحيين. هما للأسف العلماء المتشككين في الغرب مسيطرين على العالم الأكاديمي، هما أصحاب الصوت الأعلى. هما لما بيقولوا أنه تكوين 11 دوت أصحاحات أسطورية أو أصحاحات خرافية، اهتز بعض المسيحيين في الغرب وابتدوا يدمجوا الخلق بالتطور، وابتدوا يقولوا فعلا أن الله خلق من خلال التطور، أو أنه الله خلق بداية من خلال البيج بانج أو الانفجار الكبير، وأعطى شرارة البدء، وبعد كده الكون تطور كوزمولوجي، ثم تطور جيولوجي، ثم بيولوجي، ثم بايوكيميائي إلى آخره. لما قالوا العلماء المتشككين أن تكوين 1 لـ11 ده مش حقيقي، اهتز المسيحيين وابتدوا يصدقوا الأكذوبة دي، ودمجوا نظرية الانفجار الكبير والتطور بأحداث سفر التكوين، لينا في النهاية أنه يشوه الإنجيل المسيحي زي ما هنشوف مع بعض. في بعض العلماء طبعا قالوا كلام بيظهر التحيز الموجود عندهم، يبين نواياهم في المناداة بنظرية التطور. أنا مش عارف في ناس هنا بتؤمن بنظرية التطور ولا لا، لكن في حين نظرية التطور اللي يقرأ عنها أو اللي يقرأ نقد ليها أو يتابعها أو يفكر فيها، يلاقي أن فيها عيوب جدا وهي مش حقيقية، لكن هي أكذوبة بس اخترعها الإنسان المعاصر الغربي عشان يخرج بها فكرة الخالق وفكرة الديان، وبالتالي ما يبقاش في أي نوع من السلطة المعنوية على ضميره عشان يمارس الشر، عشان يمارس الشر براحته. يعني لما ما يكونش في خالق وما يكونش في آدم وما يكونش في سقوط وما يكونش في لعنة وما يكونش في دينونة، والإنسان اللي هو بيحدد معنى النص، الإنسان اللي يقول ده حرفي ولا مش حرفي، ده أسطوري ولا مش أسطوري، ده شعري ولا مش شعري، ده تاريخي ولا مش تاريخي، بالتالي الإنسان هو اللي يقدر يقول إذا كانت دي أخلاقيات ولا مش أخلاقيات. إذا كان الله هو اللي أسس الزواج في تكوين 1 لـ11، إذن الإنسان مش يقدر يقول إنه مثلا إنه الشواذ يقدروا يتجوزوا. لكن لأنه سفر التكوين بيعلمنا أن الله هو اللي أسس الزواج، هو اللي أسس الأسرة. الإنسان الغربي المعاصر عايز، أو الإنسان بصفة عامة لأنه في الفساد الداخلي الموروث، عايز يتخلص من الفكرة دي، مش عاجباه الفكرة دي، لأنه ربما يكون شاذ، ربما يكون عايز يمارس أي نوع من الانحلال. فعشان كده هم في تحيز عندهم، متحيزين جدا للفكرة دي. يعني مثلا هجيب لكم مثال واحد يبين لكم هم متحيزين ازاي. فيلسوف أمريكي معاصر اسمه توماس نيجل، أستاذ بجامعة نيويورك، بيقول كده: أريد أن يكون الإلحاد صحيح، وأنا قلق جدا إزاء حقيقة أن بعض الناس الأكثر ذكاء ومعرفة هم مؤمنون متدينون. ليس فقط أني لا أؤمن بوجود الله، ولكن بالطبع أيضا أتمنى أن يكون اعتقادي هذا صحيح. ما أمله هو أن يكون لا إله، لا أريد أن يكون هناك إله، ولا أريد أن للكون أن يكون كذلك. في تحيز باين جدا. الفكرة مش فكرة أن النظرية التطور علمية ولا غير علمية، ده طبعا قضية مهمة، هي غير علمية بشهادة الكثير من العلماء، لكن الأخطر من كده هو عايز يتحرر من هذا السلطان المعنوي على ضميره، مش عايز يكون في خالق. طب البديل للخلق إيه؟ البديل للخلق هو التطور.
الدليل على التطور ايه؟ السجل الحفري. لكن زي ما احنا شفنا ان السجل الحفري ده يخدم قضيتنا احنا مش يخدم قضيتهم هم. ده هو الدليل على ان كتابنا المقدس صحيح وان هذه الحفريات اللي موجوده. يعني مثلا الحفريات اللي موجوده في قمم جبال الهيمالايا مثلا او في الجراند كانيون اللي هو الاخدود العظيم او الكبير ده، حفريات بحريه في قمم الجبال. طب دي جت ازاي توصل حفريات بحريه مثلا اسماك وحيوانات بحريه تكون مدفونه في قمم الجبال الا اذا كان تكوين بتاعنا صحيح انه الميه غطت قمم الجبال وحركه المياه السريعه واللي جرفت معاها كميات كبيره من الطمي والرواسب الطينيه وترسبت ودفنت الحيوانات دي في قمم الجبال وترك لنا طوفان نوح، هذه الادله على صحته وصدقه. لكن هو طبعا هو متحيز، الانسان المتشكك المعاصر الحديث متشكك لانه عايز يتخلص من فكره الخالق تماما. في كلام كتير ممكن نقوله في الموضوع دوت، لكن يكفينا مثال واحد فيه عشان نقدر نغطي الحاجات التانية. خلي بالك من الحته اللي جايه دي، في منظورين متضادين ومتعارضين. منظورنا الكتابي اللي احنا بنشوف منه الكون بيسموه world view، منظور كوني، انا شايف الدنيا ازاي، انا جيت منين وايه معنى وجودي وايه هي الاخلاقيات وايه هو مصيري. كل انسان عايش في الدنيا له منظور وجودي او منظور كوني، مش شرط يكون واضح قوي ومرسوم قوي في ذهنه، لكن كل واحد فينا سواء درب كده او لم يدري بذلك عنده منظور كوني للحياه. المنظور الكوني ده عباره عن اربع امور: ما هو اصل الاشياء، ما هو معنى وجودي، ما هي الاخلاقيات، ما هو المصير. الانسان المتشكك الدارويني صاحب نظريه التطور عنده منظور كوني، منظور كوني ينافس منظورنا الكوني المسيحي. لكن تعال كده بص معايا على التوضيح دوت. احنا ايماننا المسيحي مكون من مجموعه من المعجزات. لو شلت الجانب المعجزي الفائق للطبيعه في ايماننا المسيحي ما يفضلش في حاجه. اول حاجه مثلا الله خلق من العدم واعطانا الوحي، الوحي معجزه ان الروح القدس سيطر على كتبه الوحي دون أن يلغي شخصياتهم، دون أن يلغي خبراتهم، وخلاهم يكتبوا لنا الوحي المقدس. أيد أنبياءه ورسله بالمعجزات في العهد القديم وفي العهد الجديد. ابن الله جاء إلى العالم بمعجزة، ولد من عذراء، له طبيعتين، اللاهوت والناسوت، طبيعتين المتحدتين فيه بمعجزة، زي ما بيقول بولس عظيم هو سر التقوى. وخرج من العالم بمعجزتي قيامته وصعوده. إيماننا المسيحي مليان معجزات، مليان معجزات، واخد بالك؟ هتشيل المعجزات منه لو انت مثلا، لو هو عشان الدارويني او المتشكك لو عايز يلغي معجزة زي الجماعة المسيحيين اللي للأسف حاولوا يوفقوا الخلق بالتطور، وقعوا في الفخ دوت وجوزوا الخلق بالتطور، مش فاهمين انه لو استغنى عن معجزة الخلق من العدم يبقى بالمرة تستغنى عن باقي المعجزات، يبقى تستغنى عن معجزة الميلاد العذراوي للمسيح، يبقى تستغنى عن معجزة القيامة، يبقى تستغنى عن معجزة الصعود، يبقى تستغنى عن معجزة الميلاد الثاني اللي الكتاب المقدس بيعلمها لنا. بص من الناحية التانية، حاجة اسمها الطبعانية، ناتشراليزم. يعني ايه الطبعانية؟ ده اللي بيؤمن بيه الجماعة المتشككين والداروينيين. الطبيعة هي كل ما يوجد، مفيش حاجة غير الطبيعة، واخد بالك؟ او زي ما قال كارل سيجن العالم دارويني المشهور، زي ما قلت ان الكون هو كل ما كان وما كائن وما سيكون، مفيش حاجه لا قبل ولا بعد، هو اللي موجود، مفيش وراء الطبيعه، مفيش اله، مفيش خالق، مفيش دينونه، مفيش ملائكه، مفيش ارواح، مفيش شياطين، مفيش دينونه، مفيش ميلاد ثاني، مفيش معجزه، مفيش روح قدس، مفيش كل هذه الاشياء، واخد بالك؟ هو مؤسس نظريه التطور على الفكره دي، عايز يستغني عن الجانب المعجزي، عايز يطلع كل ما هو معجزي خارج المعادله. مفيش خالق، مفيش معجزه من العدم، مفيش وحي، مفيش تجسد، مفيش قيامه، مفيش كل الحاجات دي. فاحنا لما بنيجي نوفق الخلق بالتطور احنا بنشوه مسيحيتنا. هو شاطر المتشكك او الدارويني، شاطر ليه؟ هو عايز يحط منظور لنفسه يستغنى بيه عن كل حاجة معجزية. لكن للأسف بعض المسيحيين وقعوا في الفخ وما فهموش
اللي الدارويني عايز يعمل. الدارويني عايز يستغنى عن كل ما هو معجزي، فيقول التطور العشوائي، الانفجار الكبير حدث من 14 مليار سنة، وحدث تطور للنجوم، وبعد كده حدث تطور في كوكبنا الأرض، وفي الحساء البدائي نشأت الخلية الأولى، والخلية تطورت إلى حيوانات بدائية ورخويات ثم أسماك، وصعدت الحياة من الماء إلى اليابسة، وفي اليابسة تطور البرمائيات إلى زواحف وإلى طيور، والطيور إلى ديناصورات وإلى آخره. فهو عايز يخليها كلها طبيعية كده، عايز يستغنى عن الجانب المعجزي. للأسف المسيحي لما بيقع في الفخ ويجي يحط التطور مع الخلق، مش فاهم ان الدارويني عايز يخرج كل المعجزات خارج منظوره الكوني. يبقى في معجزات من الأساس، لكن ليه احنا نقع في الفخ ده؟ ليه احنا نقع في فخ؟ احنا إيماننا مؤسس على المعجزات، احنا إيماننا مؤسس على المعجزات من أساسه، من أوله إلى آخره، ما نقدرش نستغنى عن المعجزات فيه. وبالتالي لو هو الدارويني عايز يستغني عن فكرة الإله ويخلي الأمور ماشية بصورة طبيعية، طب احنا كده بالمرة نتخلص من باقي المعجزات اللي موجودة في إيماننا. يبقى ملهاش، لو الكون جيب من تلقاء نفسه كده، والحياة نشأت من تلقاء نفسها بصورة طبيعية زي ما بيقولوا الطبعانية، يبقى مفيش لازمة بقى الباقي المعجزات بتاعتنا، يبقى كل حاجة ماشية بصورة طبيعية، يبقى مفيش خالق، يبقى مفيش مسيح، يبقى مفيش تجسد، يبقى مفيش مسيحية من الأساس. الطبعانية هي كل ما يوجد لا معجزات، لا خلق من العدم، لا وحي، لا معجزات أنبياء أو رسل، لا ميلاد معجزي، لا قيامة، التطور ثم التطور ولا شيء غيره. لما بنقول تاريخية الإصحاحات الأحد عشر الأولى، بنقصد أنها أحداث حقيقية حدثت فعلا، مش شعر زي ما بقول، مش رمز. طب اللي يجي يقول لك أن تكوين 1-11 ده نصوص شعرية أو شعر، أو اللي يجي يقول لك أن تكوين 1-11 زي ما بتدعي البعض هنا وكتبوا كتب في مصر، بيقول تكوين 1-11 مستوحى من الأساطير البابلية، أسطورة الخلق إنهم إليش، وأسطورة الطوفان اللي موجودة في الأساطير البابلية القديمة. نعم، جلجمش وإنهم إليش وأترهاسيس وكل الحاجات دي. لما يجي حد يقول لنا الكلام دوت، احنا من المهم ان احنا نؤكد على تاريخية الأحداث اللي وردت في تكوين 1-11، مهم جدا بالنسبة لنا، لأن ده مؤسس عليه الإنجيل المسيحي زي ما هنشوف مع بعض. احنا لما بنقول انها أحداث تاريخية، بنقول أحداث حقيقية مرتبطة ببعضها، مرتبة زمنيا، ليس بينها فجوات، ليست حقب زمنية طويلة ما لم ينص الكتاب المقدس على ذلك. واخد بالك؟ او حد يجي يقول لك في فجوات، لا مفيش فجوات، الكتاب المقدس دقيق. واخد بالك؟ واحد يقول لك انه التكوين 1-11 ده شعر، يقول له لا مش شعر، العبري، اللغه العبريه لها اسلوبها في الشعر، وهو بيسمى اسلوب التوازي parallelism، انه عندما يتكلم العهد القديم او الانبياء لما تكلموا باسلوب شعري زي مثلا اسفار الحكمه او المزامير، يعني مثلا زي ما يقول ايه، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. في لاحظ التوازي هنا معايا، ده شعر، ده في العبري شعر. الشعر في العبري ثلاث انواع، يا اما يكون الشطره الاولى توازي الشطره الثانيه في المعنى، او اما ان الشطره الثانيه تضيف الى الشطره الاولى جزء جديد في المعنى، او اما ان الشطره الثانيه في الشعر بتكون تضاد للمعنى في الشطرة الأولى. واخد بالك؟ ده الشعر في العبري. لكن تكوين 1-11 تاريخي وليس شعري، وزي ما هنشوف مع بعض أنه اللي بيقولوا أنه 1-11 ده مستوحى من الأساطير البابلية، ده شيء مش حقيقي. ليه مهم أن احنا ندافع عن تاريخية تكوين 1-11؟ ثلاث أسباب على الأقل تخلينا مهتمين بالموضوع ده. الأسباب متعلقة بالكتاب المقدس، أسباب متعلقة بالمسيح، وأسباب متعلقة بالإنجيل. هقول لكم باختصار وبعد كده نتكلم عنهم بالتفصيل. لو الإنسان هو اللي بيحدد معنى الكتاب المقدس، إذن الإنسان، أو معنى الأحداث بتاعته، إذن الإنسان اللي يحدد معنى الأخلاقيات. واخد بالك؟ واخد بالك إزاي؟ لو الكتاب المقدس هو صاحب السلطان لنفسه، على نفسه، إذن الكتاب المقدس يحدد معنى نصوصه أو معنى كلمات. لو الإنسان اللي بيحدد معنى النصوص دي، معنى الأحداث إذا كانت تاريخية أو إذا كانت شعرية أو إذا كانت أسطورية، إذن الإنسان يحدد تبعا لذلك الأخلاقيات. تكوين 1-11 مهم جدا برضو بسبب المسيح. إذا كان
واحد ل11 بيكلمنا عن بزار الإنجيل وعن أساس الإنجيل. لو ما كانتش الإصحاحات دي تاريخية، إذن شخص المسيح إيه الداعي أن هو يكون حقيقي، وإيه الداعي أن هو يكون تاريخي وحصل بالفعل؟ وخلي بالكوا ده بيتقال الكلام ده في حاجة اسمها الهيستوريكال جيسوس، يسوع التاريخي. في ناس بتشكك في المسيح، بيقولوا أن المسيح المكتوب في الأناجيل المدونة الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هو المسيح غير حقيقي. في مسيح بيدوروا عن المسيح الحقيقي لانهم مش مقتنعين بالمسيح بتاع الاناجيل الاربعه. تقول لك مثلا ايه المانع ان يكون المسيح الحقيقي هو مسيح انجيل توما، او ايه المانع ان يكون المسيح الحقيقي هو مسيح انجيل بطرس، وايه المانع ان المسيح الحقيقي يكون هو مسيح انجيل مريم. وكل الاناجيل دي مليانه خرافات، يعني كل هذه الاناجيل دي مليانه خرافات. يعني مثلا مثال بسيط، انجيل توما ده اللي بيحتفوا فيه وبيسقفوا له في الغرب والدنيا كلها مبسوطه بيه. يعني مثلا اخر ايه في انجيل توما، هذا الانجيل الغنوصي الغير حقيقي الذي لم تعترف به الكنيسه الاولى، بيقول مثلا كل امراه تجعل نفسها رجلا مطوبه. طب وده كلام يقوله المسيح؟ هل ده كلام ممكن ان ينطق على شفاه المسيح؟ لكن دي التبعات المنطقيه اللي واحد عايز يشكك في آدم وفي تاريخية الإصحاحات الـ 11 الأولى. إذا كان دوت مش حقيقي، طب وإحنا وده يكون ليه حقيقي؟ واخد بالك معايا؟ الإنجيل المسيحي زي ما قلنا إنه لو أنت أنكرت السقوط، لو أنت قلت لي إن التطور مثلا، خد دي على سبيل المثال، لو أنت قلت إن التطور حدث عبر ملايين السنين، واخد بالك، ركز معايا في الحتة دي، والإنسان جه في آخر هذه السلسلة التطورية، إذن الموت ظهر قبل الإنسان. واخد بالك ماشي ازاي معايا؟ لانه التطور بيحدث ازاي؟ زي ما قال كارل سيجن عالم الدارويني، بيقول كده التطور هو الموت والوقت. التطور ده عباره عن حاجتين، ادي الكون وقت واديهم موت. ليه؟ لان عندك الافراد الضعيفه، الافراد الغير قادره على التكيف، بتموت او بتاكلها الافراد الاقوى منها عشان تقدر الافراد الاقوى تعيش وتترك نسل. واخد بالك الموضوع؟ لو في تطور عبر ملايين السنين، إذن في موت قبل ما يجي الإنسان، صح؟ لأن الإنسان جه في الآخر، لأن الإنسان أكتر حاجة متطورة، صح ولا مش صح؟ مش الإنسان أكتر حاجة متطورة؟ والتطور بيحدث عبر ملايين السنين، مخلوقات بتموت وبتيجي مخلوقات غيرها، إذن في موت قبل ما يجي الإنسان. إذن الرابط اللي عمله سفر التكوين إنه بخطية الإنسان دخل الموت ينهار، وبالتالي الرب يسوع المسيح ما عملش حاجة. لما يقول بولس لأن الموت الذي ماته المسيح لأجل الخطية، ماته مرة واحدة، المسيح مات لأجل الخطية. واخد بالك الارتباط بين الخطية والموت إيه؟ في ارتباط، إن الموت حل على خطية الإنسان. فلما أنت تيجي تقول لي إن في تطور والإنسان جه في آخر السلسلة التطورية، إذن الموت ظهر قبل مجيء الإنسان، إذن مفيش ارتباط بين الموت والخطية، إذن المسيح مات من بلا سبب. واخدين بالكم معايا النقطة دي واضحة ولا محتاجة توضيح؟ اولا الاسباب المتعلقه بالكتاب المقدس. لو قلنا انه الانسان هو اللي بيحدد معنى النصوص، يعني يجي واحد متشكك زي اللي بيكتبوا كتب اليومين دول يقول لك انه تكوين 1-11 ده اصحاحات اسطوريه، طالما هو اللي مدي السلطان لنفسه يحدد المعنى، معنى الاحداث اللي موجوده فيه، اذا هو هيدي لنفسه في النهايه السلطان يحدد معنى الاخلاقيات اللي فيه. يجي يقول لنا ان الشواذ جنسين ممكن يتجوزوا فيما بعد، إما أن النص الكتابي يكون له سلطان مطلق أو لا يكون له سلطان مطلق. واخد بالك معايا؟ لما جم المصلحين العظماء وقالوا، علمونا كده وقالوا سولا سكريبتورا في مقابلة سلطان الكنيسة، أن الكتاب المقدس وحده هو المصدر المعصوم للعقيدة وللأخلاقيات وللإيمان، واخد بالك، هم نسبوا السلطان يعني باقي المصادر، او زي ما بيقولوا مثلا انه البروتستانت ما بيؤمنوش غير بالكتاب المقدس. لا، احنا بنؤمن بحاجات تانية، بنؤمن باقوال الاباء. الكنيسه المحليه لها سلطان، ممكن تأدب وممكن تعزل. احنا لما بنقول الكتاب المقدس وحده، بنقول الكتاب المقدس وحده والمعصوم فوق كل سلطان آخر. يعني احنا بنعترف ان الكنيسة ليها سلطان تأدب وتعزل، ونعترف ان اقوال الاباء مفيدة ومعلمة، لكن الكتاب المقدس فوق هذه جميعها. الكتاب المقدس هو وحده المعصوم، هو وحده يفوق سلطان الكنيسة، هو وحده يفوق
كتابات الآباء، واخد بالك؟ لكن خد بالك لما بنقول الكتاب المقدس وحده بنقول معاه كمان الكتاب المقدس كله، سولا سكريبتورا توتا سكريبتورا، دي كلمات لاتينية معناها الكتاب المقدس كله. لو هتاخد الكتاب المقدس لوحده يبقى تاخده كله، ما ينفعش تقول لي أن الكتاب المقدس معصوم وبعد كده يجي تقول لي أن 1-11 هي إصحاحات أسطورية أو إصحاحات شعرية. لا، الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه، الكتاب المقدس ذاتي السلطان، سلطانه منه فيه وقوته منه فيه، واخد بالك معايا؟ لأنه ما ينفعش من ناحية تقول لي أن الكتاب المقدس وحده هو المعصوم وتيجي من ناحية تانية تجيب تفسيرات خارجية تقحمها على الكتاب المقدس. ما تجيبش مثلا نظرية التطور من بره اللي قال عليها العلماء المتشككين وتقحمها على كلمة الله، تحشرها في كلمة الله. ما فيش تطور في الكتاب المقدس. في 6 أيام خلق الله العالم، الكتاب المقدس بيقول كده مرتين في سفر خروج، واستراح الله في اليوم السابع. تكوين 1-2 بيعلمنا عن هذه الحقائق التاريخية الحرفية، واخد بالك؟ الكتاب المقدس كله، والكتاب المقدس الكتاب المقدس وحده والكتاب المقدس كله. خد بالك من الحته دي مهمه. المصلحين لما نادوا بسلطان كلمه الله نادوا بمبدا هام، قالوا ايه؟ قالوا انالوجيا سكريبتورا. يعني ايه انالوجيا سكريبتورا؟ ان الكتاب الكتب المقدسه تفسر نفسها بنفسها، الكتب المقدسه هي معيار نفسها بنفسها. ما جيش حد يطلع في دماغه نظريه زي التطور او البيج بانج او ويقحمها على الكتاب المقدس. لا، ما تفسرش الكتاب المقدس من حاجة برة الكتاب المقدس، تفسر الكتاب المقدس من الكتاب المقدس نفسه. النص الكتابي هو صاحب السلطان على نفسه، هو صاحب السلطان المطلق على نفسه، ولا ينبغي أن يقحم أي شيء من خارج الكتاب المقدس على داخل الكتاب المقدس، واخد بالك؟ إذا لم تكن الإصحاحات الأحد عشر الأولى معصومة تاريخيا وعلميا، فما المانع أن يقحم الإنسان النظريات العلمية عليها لإعادة تفسير التعاليم والأخلاق الواردة بها؟ يعني مثلا لو الإنسان هيدي لنفسه الحق ان هو يقول ده تاريخي وده شعري وده معرفش ايه، اذا الانسان يدي لنفسه الحق في النهايه ان يقول دي الاخلاقيات دي اللي بيقول عليها الكتاب المقدس مش مهمه. ايه الجواز؟ ممكن الشواذ ممكن يتجوزوا مثلا، وده اللي بيتقال فعلا، ده اللي بيتقال فعلا، ان احنا مش بنتبلى عليهم. هل البشر جميعا من اب وام واحده مخلوقين على صوره الله ومثاله، ام انهم تطوروا من اباء مختلفين في اماكن جغرافيه متفرقه فنتج اجناس مختلفه؟ هل كلنا من نسل ادم ولا في ناس مننا مش من نسل ادم؟ في حد مننا جاي من مش جاي من ادم هنا او حواء مثلا؟ يعني بناء على كلامهم هم انه الانسان تطور او البشر تطوروا بمعزل عن بعض في قارات مختلفه، ويمكن يكون في على حسب كلامهم هم يمكن يكون في ناس مش من ادم. هل الزواج يكون بين رجل واحد وامراه واحده كما يقول الكتاب المقدس، أم يمكن أن يكون بين رجلين وامرأتين؟ لأن هذا شيء مفروض علينا بفعل التطور والجينات. يعني مثلا هم بيقولوا إذا كان التطور ده شيء حقيقي والعلم بيقول كده، العلم برضو بيقول أنه مثلا الشواذ يولدوا هكذا، واخد بالك؟ فإذا كان الكتاب المقدس أثبت، أو إذا كان كما يدعون هم العلم أثبت عدم دقة الكتاب المقدس فيما يتعلق بالأحداث التاريخية بتاعته، فما المانع أن يثبت العلم عدم صحة الكتاب المقدس مثلا في زواج الشواذ؟ أي مشاكل، واخد بالك؟ هل القتل والصراع والاغتصاب خطايا يدينها الله كما يعلمنا الكتاب المقدس، أم أنها آليات الانتخاب الطبيعي والتطور؟ يعني مثلا هم نظرية التطور أي ما قعد على إيه؟ أن الضعيف يؤكل من القوي، survival of the fittest، البقاء للأقوى أو البقاء للأعظم، واخد بالك؟ إنه الكائنات الضعيفة أو الكائنات القوية، الكائنات اللي عندها إمكانيات وتستطيع التكيف، بتاكل الكائنات الأضعف منها أو الأصغر منها أو الغير قادرة على البقاء والتكيف. طب هل دوت لو هو ده شيء طبيعي، طب ما يبقى القتل والصراع والاغتصاب أشياء طبيعية، إذن ده بيتعارض مع كلمة الله. كلمة الله بتعلمنا في الوصايا العشر: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي مال قريبك. ده متعارض جدا مع النظرة الكونية الداروينية، واخد بالك معايا؟ يعني هو لما بيقول انه يعني مثلا التطورين دول في تصديقهم لنظرية التطور، لو هو متسق في نظرته للتطور، إذا كان التطور فعلا بيحدث عن طريق القتل والموت، فإيه المانع أن الواحد يموت؟ واخد بالك معايا؟ ودي حصلت فعلا، صدقوني ده تاريخ، فعلا موتوا بعض في أوروبا، موتوا بعض وفي أمريكا، موتوا بعض
بدافع او بوازع من ايمانهم بالانتخاب الطبيعي والتطور، انه هتلر موت بهذه المعتقدات بسبب هذه المعتقدات. هتلر كان بيؤمن بالجنس الماستر ريس، الجنس الاعظم. وهتلر كان متأثر بنظرية داروين، وفي كتاباته وفي خطاباته هناك ما يدل على أنه تأثر بهذه الأفكار، وكان عايز يدفع الجنس الآري المتطور بتاعهم ده إلى مرحلة أكثر تطورا وأكثر قدما. فقتل مثلا اليهود، وقتل الغجر، وقتل المعاقين والمسيحيين والزنوج والشواذ إلى آخره. ستالين بتاع روسيا عمل نفس الشيء. ماو تسي تانغ، شباب نفسه قتلوا في فنلندا تلاميذ مدرسة لأنهم كانوا بيؤمنوا بالتطور، إن لأنه هو قوي فبيقتل الضعيف، وبالتالي عشان يأخذ الجنس البشري إلى مرحلة أكثر تطور عشان يبقى العايشين بس أقوى. يعني اللي بيصدق فيهم الفكرة دي قوي وبياخدها لأبعادها المنطقية ممكن يخرب الدنيا. واخدين بالكوا إزاي معتقدهم مختلف عن معتقدنا تماما؟ نظرتهم الكونية ضد نظرتنا الكونية تماما. خلينا نعدي الأجزاء دي ونخش على الجزء الخاص بالرب يسوع المسيح. لو الرب يسوع المسيح، لو آدم مش شخصية حقيقية أسطورية أو رمزية، ده بيخلي مصداقية الرب يسوع المسيح على المحك. يعني الرب يسوع المسيح مش صادق بالبلدي كده. لو آدم رمزي زي ما بدعي البعض في كتبهم اللي موجودة في الساحة وفي المكتبات هنا في مصر، إذن الرب يسوع المسيح مش صادق. خد بالك معايا من الآيات دي. الرب يسوع المسيح شهد عن تاريخية وحرفية الأحداث الواردة في الأصحاحات الأحد عشر الأولى من سفر التكوين. فأجاب وقال لهم: أما قرأتم الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ في مرة تانية بيقول الرب يسوع المسيح: أعطوا إذن مال لقيصر لقيصر ومال الله لله. طب وإيه علاقته بالخلق أو علاقته بسفر التكوين؟ خد بالك من سورة قيصر كانت على العملة. لما قال لهم الرب إلى من هذه السورة والكتابة، فقالوا له: لقيصر. أعطوا إذن مال قيصر لقيصر ومال الله لله. سورة مين في الإنسان؟ سورة الله. فخلق الله الإنسان على صورته ومثال. واخد بالك؟ ده الكلام اللي عايز يقوله الرب يسوع المسيح. سورة قيصر موجودة على العملة الرومانية، وسورة الله موجودة على الإنسان. وهنا الرب يسوع المسيح بيؤكد تاريخية وحرفية ما قاله الكتاب، أن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله. في مرة أخرى بيقول كده: اللي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. لو تكوين 1-11 مش حقيقي أو مش تاريخي أو أسطوري، والرب يسوع المسيح بيقول ان هابيل شخصية حقيقية اللي هو ذكر في تكوين 4، اذا الرب يسوع المسيح مش صادق وحاشا له. وهنا الرب يسوع المسيح بيجمع شخصيتين هما هابيل وزكريا. زكريا ده جه في سفر اخبار الايام الثاني، وسفر اخبار الايام الثاني حسب الترتيب العبري الاصفار هو اخر سفر. وكان الرب يسوع المسيح بيقول ان كل الكتاب، كل العهد القديم من اوله الى اخره، هو احداث حقيقية، أحداث مرتبة. ما لم ينص الكتاب المقدس على شيء آخر قد يكون مثل أو شعر حسب النص. يقول كمان الرب يسوع المسيح: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. ربنا بيشهد لتاريخية طوفان نوح. أسباب متعلقة بالإنجيل، لأن عدم تاريخيتها يقود الإنجيل المسيحي. لو تكوين 1-11 مش حقيقي، دوت بينهار قدامه الإنجيل المسيحي على طول، يبقى مفيش مسيحية، يبقى أنا وإنت نروح ونقعده في البيت. واخد بالك إزاي؟ خد بالك معايا، زي ما قلتلكوا إنه في علاقة بين الخطية والموت. لو في تطور والإنسان جه في آخر أحداث التطور، إذن في موت قبل مجيء الإنسان. إذن الموت شيء طبيعي، ما جاش عشان خاطر الخطية. واضحة الحتة دي؟ مهمة جدا. واضحة؟ يعني مثلا لو زي ما بقوله، هم الكون عمره 14 مليار سنة، تمام؟ الإنسان جه في المليون أو المليونين الأخرانيين، يعني معنى كده أنه في مليارات السنين وملايين السنين من القتل والصراع والمرض. يعني مثلا بيلاقوا حفريات، مثلا حفريات ديناصور في ورم في المخ. طب هذه الأورام وهذه الأمراض وهذه الأشواك والمرض، سمكة بتاكل سمكة في السجل الحفري، حيوانات بتتصارع، كل الصراع والدموية. نعم،
هو الكتاب المقدس بيقول لنا انه على الخليقة كلها باعتبار آدم الرأس الفيدرالي للخليقة والرأس العهدي. ما هو آدم الكتاب بيقول يحصل التاريخ اللي هو فيه إصحاح 5 من سفر التكوين لما يقول لك كلنا عاش كذا سنة وما يبقى المدة دي محسوبة من السقوط من بداية الموت قبل السقوط وقبل الخطية ليس هناك حسابا للذنب لأن احنا ما نعرفش الكتاب لم يخبرنا آدم قعد 5 سنة بعد ما جبل انا معاك انه مفيش تفاصيل مفيش بس اللي انا عايز اقوله ان الكتاب المقدس بيعلمنا انه بالخطيه بالاضافه ان ما جاء في الكتاب يبدا من الايه 2 من سفر التكوين مش من الايه 1 الايه 2 طب اوضح في البدء خلق الله السماوات والارض وبعدين الايه الثانيه وكانت الارض خلقها بين الايه الاولى والايه الثانيه هناك مليارات السنين. طب استاذن حضرتك نخلي بس الفكره دي للاخر اكمل كلامي وفي الاخر ممكن نخلي في اسئله. اللي عايز اقوله الكتاب المقدس بيقول ان وبالخطيه دخل الموت، واخد بالك الايه واضحه جدا، وبالخطيه دخل الموت، انه قبل الخطيه ما كانش في موت، والا اذا كان فعلا الله خلق من خلال التطور زي ما بيقولوا البعض، والتطور يشمل الصراع ويشمل القتل ويشمل الإبادة ويشمل كل هذه الأشياء، إزاي يقول عنه ورأى الله أن كل ما عمله هو حسن جدا؟ إزاي الله يستخدم هذه الطرق الدموية للخلق؟ ناهيك طبعا عن أنه إذا قلنا أنه في تطور قبل آدم قبل ما جه الإنسان، إذا في دم قبل ما جه الإنسان، إذا في موت، إذا ما فيش علاقة بين الخطية والموت. خلينا أكمل لكم بقية الكلام وفي الآخر نتناقش في الحاجات دي. إذا كان آدم غير حقيقي، آدم الأولين غير حقيقي، إذن آدم الثاني غير حقيقي، لأنه آدم الأولين هو الرأس الفيدرالي، هو الممثل للخليقة قدام الله. آدم هو ممثل هذه الخليقة أمام الله، يقول كده ونعمل الإنسان على صورتنا كشباهنا. زمان الملوك البابليين زمان كانوا بيحطوا تماثيل ليهم في أنحاء الإمبراطورية بتاعتهم كنوع من الحضور ليهم، كنوع من التمثيل ليهم. إذا تمثاله موجود في هذا المكان معنى كده أنه موجود في هذا المكان، له حضور. فالله لما خلق الإنسان على صورته ومثاله، صورة الله اللي موجودة في الإنسان، الله بيثبت حضوره في هذه المملكة، هذه المملكة الخاصة به. وآدم كان نائب الملك على هذه الخليقة، يعني الله خلق له مملكته، هذا العالم ومملكة الله، وآدم هو نائب الملك، والملك وضع صورته في نائبه كرمز لحضوره على هذه الخليقة. فآدم هو الرأس الفيدرالي والرأس العهدي. إذا فقدنا الرأس الفيدرالي والعهدي للخليقة اللي هو آدم، إذن المسيح ليس نائبا، المسيح مش رأس أو عهد، رأس عهدي فيدرالي للخليقة الجديدة الروحية مع جمع. يعني لا مش سياسيا، أقصد لا مش سياسيا، الرأس العهدي أو الرأس الجمعي لمجموع البشر. طبعا لفقدنا الأساس للخطية الموروثة زي ما قلنا ونتناقش فيها تاني، لفقدنا الأساس للقرابة البشرية بيننا وبين الرب يسوع المسيح. الرب يسوع جه من نسلنا إحنا، our kinsman redeemer زي ما بيقولوا، قريبنا، القريب بتاعنا زي من لحمنا ومن دمنا. وإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو كذلك فيهما أيضا لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. لازم يكون من لحمنا ودمنا وإلا ما ينفعش يفدينا، واخد بالك؟ لو بقى ما فيش آدم، إذا إيه الداعي أن يكون في مسيح؟ لو ما فيش آدم الأول، إيه الداعي أن يكون في آدم الثاني؟ لو ما فيش الإنسان الأول، إيه الداعي أن يكون في الإنسان الثاني الرب من السماء؟ خد بالك معايا من الحتة اللي جاية دي. زي ما قلت ان الملحدين او متشككين صاغوا النظريات الشكوكيه بتاعتهم التطور، ولما بعض المسيحيين حبوا يوفقوا بين الخلق والتطور اتضايقوا، وهم متشككين وملحدين اتغاظوا، واخد بالك ليه؟ عايز يقول للمسيح انت ما فهمتش انا اقصد ايه من التطور، انت ما فهمتش انا اقصد ايه لما اصغت نظريه التطور. يعني مثلا خد معايا مثال هنا، يقول الملحد الامريكي الاشهر ريتشارد بوزارت، المسيحيه ملتزمه تماما وهكذا يجب ان تكون بالخلق الخاص،
كما هو موضح في سفر التكوين، وعلى المسيحية أن تقاتل بكل قوتها وبكل وسيلة ممكنة ضد نظرية التطور. لقد صار من الواضح الآن أن موضوع التبرير بحياة يسوع وموته يقوم أو يسقط على وجود آدم والثمر التي أكلها وحواء. فبدون الخطية الأصلية من يحتاج إلى الخلاص؟ بدون سقوط آدم في حياة مستمرة من الخطية تفضي إلى الموت، أي غرض يكون للمسيحية حينئذ؟ لا شيء. وما يعنيه كل هذا أن المسيحية لا تحتمل خسارة تعليم الخطية بحسب سفر التكوين، كما استطاعت أن تخسر تعليم مركزية الأرض وتتعايش مع الأمر. طبعا هو هنا كلامه مش دقيق في الحتة الأخرانية دي. المعركة بالنسبة للمسيحية ضرورة لابد منها، لأنها معركة حياة أو موت. واحد تاني مثلا ريتشارد دوكنز، أكيد سمعنا عن ريتشارد دوكنز كلنا أو معظمنا، في مقابلة تلفزيونية مع أشهر ملحد في العالم وريتشارد دوكنز، بيقول كده: المسيحيين الإنجليين المحافظين اللي هم بيؤكدوا على تاريخية سفر التكوين فهموا بطريقة صحيحة أن التطور هو عدوهم، بينما الأكثرية من اللاهوتيين الذين يبدون سعداء للتعايش معها هم في الحقيقة موهومون. وأعتقد أن الإنجليين فهموا المشكلة جيدا بأنه لا يمكن أن يكون هناك توافق بين التطور والمسيحية. هناخد بعض الأدلة بسرعة على تاريخية الإصحاحات الـ 11 الأولى من سفر التكوين. أولا التركيب البنائي للسفر. سفر التكوين مقسم إلى تقريبا 13 قسم عن طريق كلمة عبرية هي كلمة التوليدوت. كلمة توليدوت معناها مواليد. التوليدوت ذكرت 13 مرة في سفر التكوين وترجمت مواليد 12 مرة في نسخة فان دايك العربية، ومرة مبادئ في تكوين 2-4. واخد بالك معايا؟ يعني كلمة توليدوت العبرية اترجمت 12 مرة مواليد، هو هذه مواليد سام وهذه مواليد نوح زي ما هنشوف، وفي مرة من ال 13 دول جت بمعنى مبادئ في تكوين 2-4. جت 10 مرات في سلاسل أنساب لتشكل مقدمة لعشر أقسام لسفر التكوين. الكلمة من مصدر الفعل العبري يلد، ويمكن ترجمتها إلى مواليد، أجيال، تاريخ، ما يتبع. هي دي ال 13 مرة اللي جات فيها كلمة توليدوت. هذه مبادئ السماوات، هذا كتاب مواليد آدم، هذه مواليد نوح، هذه مواليد بني نوح، مواليد سام، مواليد طارح، مواليد إسحاق، مواليد عيسو، مواليد يعقوب إلى آخره. في الأولانية في أول مرة من دول جات هذه مبادئ السماوات والأرض، نفس الكلمة العبرية اللي هي توليدوت اللي ترجمت مواليد، هي جات هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. واخد بالك؟ التوليدوت الأولى بتربط باقي التوليدوت، بتربط أحداث الخلق والسقوط بباقي التوليدوت. يعني عايز يقول إن التوليدوت أو المبادئ السماوات والأرض والخلق مرتبط تاريخياً ومرتب زمنياً بالأحداث التي تلتها، اللي هي المواليد اللي جت بعد كده ويعقوب ولد عيسو إلى آخره. واخد بالك معايا؟ إذن هنا كاتب سفر التكوين قاصد يقدم تاريخ حقيقي، مش مجرد حاجات أسطورية. عايز يقول هنا توليدوت هنا تاريخ السماوات والأرض وتاريخ العائلات التي جاء منها الشعب العبري الذي جاء منه الرب يسوع المسيح في النهاية. واخد بالك معايا؟ كلمة التوليدوت في اللي جت في تكوين 2-4 اللي بتقول هذه مبادئ السماوات والأرض جت في خمس ترجمات مختلفة كالآتي: This is the history of the generations of the heavens and the earth. هذا تاريخ أجيال السماوات والأرض. كاتب سفر التكوين هنا قاصد يقدم لنا تاريخ. واخد بالك؟ يعني احنا لو ماشيين على مبدأ أن الكتاب المقدس يفسر نفسه بنفسه زي ما قال المصلحين analogia scriptura، الكتاب المقدس هو معيار نفسه ومقياس نفسه، هنيجي نقول ان هنا كاتب سفر التكوين عايز يقدم لنا تاريخ حقيقي. وجد في الترجمة السبعينية جينيسوس، والتي تعني أصل أو بداية، اللي هي كلمة مبادئ، هذه مبادئ السماوات والأرض في السبعينية جينيسوس، اللي هي جاء منها الكلمة الإنجليزية جينيسوس. التركيب اللغوي للإصحاحات الـ 11 الأولى من سفر التكوين، بنلاقي في الإصحاح الأول حاجة اسمها واو كونسيكيتيف أو واو التسلسل الزمني. لما كاتب سفر التكوين اللي هو موسى جه يتكلم عن الحاجات دي، استخدم صيغة نحوية في اللغة العبرية، الفعل الأولاني فيها بيكون ماضي تام وبعد كده باقي الأفعال بتكون ماضي. واخد بالك؟ وهو التسلسل الزمني تستخدم في بناء الرواية التاريخية، الفعل الأول يكون في زمن الماضي التام، ثم هو التسلسل الزمني
أما الفعل أو الأفعال التي تلي ذلك ترد في صيغة الماضي الغير تام، وتستمر الرواية التاريخية بواو التسلسل الزمني والماضي الغير تام. تطبيقا لذلك في تكوين 1:1 اللي بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، الفعل الأول خلق في العبرية برا يرد في صيغة الماضي التام، ثم تأتي واو التسلسل الزمني لتربط الحدث الأول في الرواية بباقي الأحداث، و ثم يرد الفعل التالي في الماضي الغير تام ليأخذ الرواية التاريخية قدما، وقال الله وكان وراء الله. واخد بالك معايا؟ أول فعل بيجي ماضي تام وباقي الأفعال بتيجي ماضي غير تام عشان يقدم لنا صورة تاريخية مرتبة زمنيا لأحداث تاريخية متسلسلة، مش مجرد شعر أو مش مجرد أشياء أسطورية. أنا عايز أركز معاكم على آدم لأنه مهم. هناخد آدم يعني زي كيس ستدي كده، كحالة دراسية. إحنا ممكن نتتبع أي حاجة في تكوين 1:11 بتاريخيتها، زي مثلا حواء، زي الحية، زي الطوفان، زي كل هذه الحاجات. لكن لأن آدم مهم جدا لأنه متعلق بالإنجيل المسيحي ومتعلق بحياتنا مع المسيح، إذن خلينا نركز على آدم شوية. آدم يذكر في أكثر من سلسلة نسب على أنه شخصية تاريخية حقيقية خارج الإصحاحات 11 الأولى. يعني لما يجي واحد يقول لك أن آدم رمز، تقول له طب والآيات دي نوديها فين؟ يعني مثلا في أخبار الأيام الأول 1:1 يقول كده آدم شيس أنوش، آدم بيذكر ضمن شخصيات تاريخية حقيقية. في لوقا 8:38 بيقول كده بن أنوش بن شيس بن آدم ابن الله. هنا آدم بيذكر وسط شخصيات تاريخية حقيقية. مثلا في أعمال 17 وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. من دم واحد كل أمة من الناس، من دم إنسان واحد خلق الله كل أمة من الناس. في رومية 5 لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. في كورنثوس 15 هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحا محيا. تيموثاوس الأولى 2 لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. خدتوا بالكم الكلام اللي قلته لكم في الأول؟ لو 1:11 ده أساطير، طب العهد الجديد بيشهد عن تاريخيته ازاي؟ اذا العهد الجديد مش حقيقي، اذا في تناقض بين العهد الجديد والعهد القديم. واخر ايه بتاعت يهوذا 14 وتنبأ ايضا اخنوخ السابع من ادم، ايضا يهوذا بيؤكد تاريخيه ادم. تعالوا ناخدوا بعض الادله الخارجيه من خارج الكتاب المقدس، بيسموها الاكسترا بيبليكال ماتيريال، يعني من خارج الكتاب المقدس. احنا خدنا ادله من داخل الكتاب المقدس ويكفينا، طبعا يكفينا جدا. زي ما قلنا الكتاب المقدس هو معيار نفسه ومقياس نفسه ومفسر نفسه، ما حدش يقحم عليه تفسير من الخارج، هو اللي يفسر نفسه. قارنين الروحيات بالروحيات، تقيس النص الكتابي الواضح او تقيس النص الكتابي الغامض او غير مفهوم في ضوء النص الكتابي الاكثر وضوحا، واخد بالك؟ لكن ما فيش مانع ان احنا نتعرض لبعض الادله خارج الكتاب المقدس. يعني مثلا في الاسفار الغير قانونيه اللي هي مش موجوده في كتابنا المقدس، اللي هي الاباكريفال او الابوكريفيه، في حكمه سليمان 10. طب هو ده يبين لنا ايه؟ يبين لنا برضه ان اليهود فهموا الاصحاحات 1:11 فهم حرفي او تاريخي او حقيقي. مش بس كتابنا المقدس اللي موجود في ايدينا، ده حتى الاسفار الابوكريفيه بتشهد لتاريخيه الاحداث دي. يعني مثلا في حكمه سليمان 10:1 بيقول هي التي حفظت اول من جبل ابا للعالم لما خلق وحده. انت جبلت ادم من تراب الارض واتيته حواء عونا، طوبيا 8:8. فمنها ما اعلاه وقدسه ومنها ما جعله في عداد الايام، وكذا البشر كلهم من التراب وادم صنع من الارض، وادم صنع من الارض. الكثير من أباء ما قبل النقية اللي هم قبل مجمع النقية. طبعا لما حد بيحب يجي يتكلم عن الأباء أو يشوفهم قالوا إيه، الناس بتحب ترجع للأباء اللي قبل النقية اللي هم 3 قرون الأولى قبل مجمع النقية 325، لأن دول بيبقوا أقرب إلى الكنيسة الأولى وأقرب إلى زمن المسيح، عشان بعد كده على أساس يعني الكلام ممكن ما يكونش يتحرف أو ضاير. أباء ما قبل النقية زي مثلا توفيلوس، إيرينيوس، كليمنت السكندري، تورتوليان، هيبوليتوس، لاكشنشيوس، كل هؤلاء الأباء أكدوا تاريخية وحرفية آدم. المؤرخ اليهودي يوسيفوس نفسه قال كده: عدد أبناء آدم كما يقول التقليد القديم كان 33 ابنا و22 ابنة.
العلم الحديث يؤكد ايضا تاريخيه ادم. احنا لسه بنشوف ادله من خارج الكتاب المقدس. بص معايا الخبر ده جه على جريده الديلي ميل. بقولك اشارت صحيفه الديلي ميل الالكترونيه الى ابحاث جديده بقياده الاستاذه المساعده للخليه والاعصاب بجامعه جنوب كاليفورنيا فرانسيسكا مارياني تؤكد امكانيه اعاده نمو لضلوع القفص الصدري. طب ده معناه ايه؟ هنفهم بعد شويه. واشار المقال الى احدى الحالات التي عاد فيها نمو احد الضلوع بعد ان كان ما تبقى منه فقط هو 8 سنتي من العظمه و 1 سنتي من الغضروف. وقد استغرق اعاده النمو هذا 6 اشهر. ولتاكد من ذلك قام فريق البحث الطبي السابق الاشاره اليه بتجربه ذلك على الفئران، وجدوا ان الضلوع التي ازيلت عادت في النمو من جديد، ولكن بشرط وجود البريكوندريوم او اللي هو النسيج الضام للغضروف. خبر تاني على البي بي سي بيقول كده: Boy has ears erected from ribs or created from ribs. صبي خلقت له اذانه من ضلوعه. بيقول ايه الخبر؟ بحسب ما ذكر موقع البي بي سي في مقال بعنوان إعادة خلق اذني صبي من ضلوعه، فإن كيران وهو صبي عمره 9 سنوات ولد بدون اذنين، ولسبب معاناته وشعوره بالاختلاف عن رفاقه فقد قررت والدته زرع اذنين له. فقاموا بأخذ أجزاء بعض الغضاريف من 6 من ضلوعه، ثم قاموا بقطعها وتشكيلها وخياطتها، ثم قاموا بإدخالها في جيوب جلدية وعن طريق شفتها تأخذ شكل الأذن على الجانبين. والمستشفى التي تمت بها تلك الجراحة تجري حوالي 40 عملية جراحية من هذا النوع في العام، والعملية هدفها تجميلي وليس لتحسين السمع. معناه إيه كل الكلام دوت؟ لما يقول لنا أنه الضلع ممكن أن يؤخذ الضلع ويتخلق منه أذان للولاد دول، والضلع ممكن ينمو من جديد، معنى كده أن كتابنا المقدس لما قال لنا كتاب مقدس وأخذ الله واحدة من أضلاع آدم واللي يخلق منها حواء، معنى كده أنه مش عشوائي. طب ما قالش ليه مثلا كتفه؟ ما قالش ليه من دراعه؟ ما قالش ليه من ظهره؟ ده هنا الوحي بيتكلم بدقة عن الطبيب الأعظم، دارس الحالة الطبية بتاعته جيدا جدا ومختار مكان عشان يمكن إعادة نموه أو إعادة بناؤه من جديد. الضلوع ده موجود على الأخبار العلمانية طبعا، مش قايلينها ناس يعني مثلا مسيحيين متحيزين أو كتابنا المقدس دقيق وكتابنا المقدس عظيم. لما يقول لنا أنه خلق واحدة أو أخذ واحدة من الأضلاع وما اختارش الكتف ولا الرجل ولا الإيد ولا الظهر، لانه عارف ان دوت ممكن، لان هو اللي خلقها، وعارف ان دوت لما يتاخد منه هيرجع ينمو تاني. برضو من ضمن الادله الخارجيه اللي بتثبت تاريخيه الاصحاحات بتاعتنا 1-11 على المجله العلميه العظيمه نيتشر، بيقول كده: Genetic Adam and Eve did not live too far apart from time. بيقول انه ادم الكروموسومي وحواء الميتوكوندريا ما عاشوش بعيد عن بعض. بيقولوا ايه هم ببساطه؟ بيقولوا انه كل البشر وارثين جزء من الخليه في جسم الانسان اسمه الميتوكوندريا من حواء، من ام واحده. يعني العلم اثبت ان كل البشر الموجودين منحدرين من ام واحده، اورثتهم هذا الجزء من الخليه اللي اسمه الميتوكوندريا المسؤول عن تصنيع الطاقه في الخليه. مش بس كده، قالوا كمان انه الجين الذي يحدد او الكروموسوم الذي يحدد الجنس في الرجل اللي هو الواي كروموسوم جاي من رجل واحد فقط اسموه هو ادم الكروموسومي، كروموسوم الادم. هم طبعا ما يقصدوش ادم وحواء بتوعنا بتوع الكتاب المقدس، لكن قصدهم اب واحد لجميع البشر وام واحده لجميع البشر. واخد بالك معايا ازاي؟ اذا مجله علمانيه متشككه بتقول ان انه بكل من حواء الميتوكوندريا الكروموسومي عاشوا في نفس الوقت، مش بس في اب واحد وام واحده لكنهم عاشوا في نفس الوقت. وبذلك ايضا فان العلم التجريبي يضبط خطاه ويسير في نفس خطى الحق الكتابي الذي ذكر هذه الحقيقه من الاف السنين. اخر حاجه اشارككم بها هنا وهي علم الاثار ايضا يؤكد تاريخيه سفر التكوين. في الواح اثريه اسمها الواح ابلا او ابلا تابلتس، من او اكتشفت تاريخ كتابتها 2250 قبل الميلاد، وهم عبارة عن 16,000 لوح طيني اكتشف في إبلة اللي هي سوريا حاليا. الألواح دي
إذا كان البعض بيقول لنا أنه سفر التكوين استوحى من الأساطير البابلية، لا، في الحقيقة الألواح دي جات عشان تشهد لأنها أسبق من الأساطير البابلية، جات تؤكد لنا صدق أحداث سفر التكوين. التشابه اللي بين ألواح إبلة دي الأثرية وبين ما ذكر في سفر التكوين كبير. يعني مثلا من ضمن اللي جه فيها أسماء مدن مثل أور وسدوم وعمورة وبعض الآلهة الوثنية أيضا كبعل، وشخصيات مثل آدم وحواء ونوح. هي بتشهد بس تمام 2250 قبل الطوفان. طبعا احنا عايزين نقول بس ان هي كتبت قبل هذه الأساطير البابلية، ان هي أسبق، انها بتؤكد ان كتابنا المقدس أسبق من الأساطير البابلية. تمام بالظبط، احنا بنأكد الكلام ده. ليكن الله صالح بالظبط كده، بالظبط كده، مش محتاجين ان احنا نثبت بالظبط كده ولا الدكتور اللي عمل ده. بس هي كلها بتخدم ايماننا في الاخر، يعني زي ما بقول ايماننا مش محتاج، احنا ايماننا ثابت على ايه ده ما احنا بنتحارب. تتكلم الواح إبلة دي وتتكلم عن إله واحد خلق السماوات والقمر والنجوم والأرض من العدم. بالنص كده بتقول رب السماوات والأرض، الأرض لم توجد أنت خلقتها، نور النهار لم يوجد أنت خلقته، نور الصباح لم تكن قد أوجدته بعد. فرصة متروكة للي يحب يقول سؤال أو تعليق، تفضل حضرتك. دلوقتي موضوع الأحقاب الزمنية، يوم الرب ألف سنة، وممكن يكون الفترة اللي خلق فيها الجيولوجيين بيقولوا دي ما أخذ كذا مليون سنة وحاجات زي كده. الوقت اللي هو خلقت فيه في الكتاب محددة ولا فيها جزء برضو خلق في يوم واحد تقل 24 ساعة كل مرة بنقول يوم أول يوم ولا حقبة زمنية ممكن؟ خلينا بداية نقول أن موضوع ملايين السنين وموضوع الحقب ده موضوع حديث. كان في مجموعة جيولوجيين مسيحيين اسمهم Scriptural Geologist، كانوا هم بيؤمنوا بحاجة اسمها كاتاستروفيزم، انه او نظرية الكوارثية، انه السجل الحفري والصخور اللي موجودة دي تكونت ازاي؟ تكونت بفعل الكارثة، واخد بالك؟ في 200 سنة الاخرانيين ظهروا مجموعة جيولوجيين اخرين على رأسهم تشارلز لايل وهو صديق داروين، بيقول لا، الصخور دي اللي احنا بنقول عليها الصخور اللي تكونت بفعل مياه الطوفان، ولا الصخور دي ما تكونتش بفعل مياه الطوفان او بفعل كارثة طوفان نوح زي ما بيكون قال عليها الجيولوجيون الكتابيين، لا، دي تكونت عبر ملايين السنين. في 200 سنة الاخرين ابتدت بس تظهر فكرة ملايين السنين والحقب الزمنية الطويلة، وبعد كده ابتدت تظهر نظرية الفجوة ونظرية اللي هي الجاب ثيري والسوفت جاب ثيري، نظرية الفجوة والفجوة المخففة او الفجوة الناعمة ايا كانت ترجمتها. لكن كتابنا المقدس ما بديناش اي امكانية ان احنا نحشر ملايين السنين في الايام الخليقة. خد بالك ليه معايا؟ لان هو بيقول لك وكان مساء وكان صباحا يوما واحدا، ما يقولكش وكان مساء وكان صباحا يوما اولا، مع ان ده صحيح، وكان مساء وكان صباحا يوما واحدا، يعني ما عداش على الخليقه غير يوم واحد بس وعده، واخد بالك معايا؟ اتفضلي. هو لما ابتدى اليوم العادي اللي هو الشمس والقمر ده كان اليوم الخامس، هي الشمس والقمر خلقوا في اليوم الرابع، خلقوا في اليوم الرابع، يعني الثلاث ايام الاولانيين دول ما كانش اليوم العادي بتاعنا اللي هو ال 24 ساعه، ممكن تبقى ملايين السنين. ليه؟ هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك يوم عند الرب كأنا وألف سنة كيوم. عند الرب مش عندنا احنا، عند الكتاب ده كتب لينا احنا مش كتب للرب. اليوم في عطارد، يعني انا بس هرد بعد اذنك، اليوم في عطارد ب 388 يوم من ايام في الارض، السنة في عطارد 88 يوم فقط، يعني اليوم في عطارد افضل من السنة.
لأن اليوم هو عبارة عن دورة الكوكب دورة واحدة حول نفسه، وكل ما كان الكوكب كبير هيبقى يوم طويل. أما السنة الدورة حول الشمس، فأنت نسبتي الكرة الأرضية وطلعتي برا القشرة الأرضية. هيختلف فيها، أنا كاتب كل الكلام ده، هيختلف فيها كل الحاجات دي. لما نيجي نقول حتة انه الشمس والقمر خلقوا في اليوم الرابع، والكتاب المقدس بيقول لنا انه من اليوم الاول ابتدى يحسب ان ده يوم برغم ان الشمس والقمر ما كانوش موجودين، هو ايه اللي بيخلي فيه الايام؟ اللي بيخلي فيه الايام ان عندك ارض تدور حول محورها ومصدر للضوء. الكتاب المقدس بيقول لنا ان الاثنين دول كانوا موجودين من اليوم الاول. في اليوم الاول يقول ايه؟ وقال الله في البدء خلق الله السماوات والارض، وقال الله ليكن نور فكان نور. اذا انت عندك ارض تدور حول محورها ومصدر للضوء. تمام تمام. طب ايه البديل، ايه البديل اللي ممكن تقدميه حضرتك؟ يعني مثلا هما بيقولوا التطورين، طب انا هسال حضرتك سؤال، هسال حضرتك سؤال. يعني مثلا هما بيقولوا التطورين، لان مفيش بديل للتكوين غير التطور زي ما قلنا. هما بيقولوا مثلا ايه؟ احنا بنقول انه الارض خلقت اولا وبعد كده الشمس والنجوم. هما بيقولوا العكس، هما بيقولوا العكس، ان النجوم خلقت اولا، حصل تطور كوزمولوجي للنجوم، تطورت كوزمولوجيا، وبعد كده جت الارض نشات كفقاعه ساخنه مذابه وبردت مع الوقت. احنا كتابنا المقدس بيقول العكس، بيقول ان الارض خلقت مغطاه بالماء. طب ايه البديل؟ يعني انا هفترض معاك جدلا، مع حضرتك جدلا، او مع اي حد جدلا بيقول ان انه روايه سفر التكوين مش صحيحه، وانه ما كانش فيه شمس من اليوم الاول، وبالتالي ده رمزي او شعري الى اخره. طب ايه البديل؟ هل البديل الدارويني او التطوري يصلح؟ لا يصلح، ما ينفعش نوفق ده بده. ليه؟ لان هم ترتيب احداثهم هم بعد اذنك. بس انا هقول لك موضوع الشمس والقمر، كل الاحداث ما عدا خلق السماوات والارض وخلق الفعل الذي استخدم لخلق وبرح، يعني خلق من عدم. اما بقيه الاحداث في سفر التكوين عن الكلمه اش وقت دي خلص الاحداث اليوم الثاني كان لم تكن خليقه جديده، ده كان اصلاح للارض الخربه. كان اصلاح للارض الخربه، يعني الله ما بيخلقش ارض خربه. طب اخر سؤال بس عشان ما نبقاش، عشان ما فيش عندنا وقت كتير. اتفضل حضرتك. طبعا التقديم رائع المقدس، بس عايز افكر النفس بيها كتير. انا متفق معاك من حيث المبدا، لكن مختلف من حيث الصياغه. اقول لحضرتك حاجه، يعني بنسمع كده الكتاب المقدس مش كتاب علم، الكتاب المقدس مش كتاب تاريخ. صحيح الكتاب المقدس مش كتاب تاريخ ومش كتاب، الكتاب المقدس كتاب روحي من الطراز الاول، وهدفه الاساسي ان يكون كتاب روح، لكنه بيتعرض للتاريخ وبيتعرض للعلم، وفي كل ما ذكره فيما يتعلق بالتاريخ وفيما يتعلق بالعلم هو كتاب دقيق جدا. ليس غرضه ان يكون كتاب تاريخ، لكن احداثه التاريخيه حقيقيه ومرتبه زمنيا. ليس هدفه ان يكون كتاب علمي، لكن في كل ما يتعرض فيه بخصوص الطبيعه وبخصوص العلم هو كتاب دقيق جدا. تمام. انا برضو حاسه انه يعني الاهميه التاريخيه للاشخاص مش لتكوين الارض، عشان كده يعني حاسه ان فكره الانفجار او كده ممكن تبقى، ممكن تبقى خلقت في ملايين السنين اللي فاتت. فكره التاريخيه تاريخ الانسان ادم وتسلسله، هو ده اللي احنا حاسه ان الهدف الاساسي من ان احنا نقول ان ده فعلا تكوين الارض خد ملايين او خدش ملايين. لا بصي، يعني خلينا ندي سلطان كلمه الله حق الانسان. خلينا ندي سلطان كلمة الله حقها. طالما الكتاب المقدس قال لنا انه بناء على سلاسل الانساب وبناء على تسلسل الاحداث التاريخية اللي دونها سفر التكوين، ما نقدرش نقول ان في ملايين السنين. وعلى فكرة في كثير من العلماء المتشككين ما بيؤمنوش بملايين السنين. يعني مثلا مجموعة من العلماء حملت الدرجات العلمية الرفيعة، مضوا وثيقة موجودة على الانترنت اسمها كوزمولوجي ستيتمنت، او تصريح فضائي او تصريح لعلم الفضاء،
المئات والالاف من العلماء المتشككين في هذه النظريه والفرضيه. كلمه البيج بانج نفسها اللي الفها او اللي صاغها عالم فضاء انجليزي اسمه فريد هويل، صاغ الاسم ده سخريه من البيج بانج، لان هو كان بيؤمن بالنظريه اللي قلت لحضرتك عليها في الاول اللي اسمها ستيدي ستيت، سخريه من النظريه سماها البيج بانج، طبعا لان فيها عيوب كتير. لكن بغض النظر عن كل ده، اللي انا عايز اقوله انه طالما كتابنا المقدس بيقول لنا عن احداث تاريخيه مرتبه وحقيقيه، مش محتاجين نجيب حاجه من بره. يعني ما قبل ما تظهر موضوع البيج بانج ما كانش حد يسمع عنها، ومحدش حاول يحشر ملايين السنين دي في احداث الخليقه. يعني مثلا اوغسطينوس لما جه يترجم سفر التكوين أو يكتب تفسير لسفر التكوين، اعتقد ان الله خلق الخليقه كلها في يوم واحد، عكس فكره ملايين السنين تمام، مع ان في احدهم بيستعمل موضوع اغسطينوس هنا عشان يثبت ملايين السنين او انها روايه غير حرفيه. وحتى كربون المشاع غير دقيق. يعني مثلا اجيب لحضرتك حاجه، ما ناخدش الحاجات اللي هي، بص اوري حضرتك حاجه، انا مش عايز الوقت يسرقنا. ده مش معناه احنا بنقول صح، انا مش عايز الوقت يسرقنا، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان ما فيش تعارض، انت حضرتك اسمعني، ما فيش تعارض اطلاقا بين ملايين السنين وبين الكتاب. ما قلناش ان الدنيا ملهاش، ما انا قلت لحضرتك لو هتؤمن بملايين السنين اذا لابد ان يكون في تطور في ملايين السنين، اذا لابد ان يكون في موت. إذن حضرتك بتفصل العلاقة بين الشيء الذي لم يريه الكتاب، يعني حاجة الكتاب ما قالناش إن دي ما حصلتش، حاجة اللي أنا حصلت مش هنقوله ده، إنما الكتاب هو الأصح في ده. هقول لحضرتك حاجة، حضرتك إحنا نهاجم أي حاجة علمية المجرد لا على أي سنين. بص حضرتك في فرق بين العلم عمر الصخور وعمر، مش كل ما يقال أنه علم علم، في فرق. لا اقول لحضرتك حاجه، انا افرق بس اقول لحضرتك حاجه، في فرق بين العلم واشباه العلوم والعلمويه. العلم الحقيقي والعلم التجريبي المؤسس على التجربه التي يمكن تكرارها في الوقت الحاضر. انت عندك ظاهره طبيعيه حضرتك، انا يعني فنيت عمري في الدراسه ليس هناك تعارض بين العلم والدين ولا الكتاب. العلم التجريبي، لكن في فرق بين العلم التجريبي والعلم التاريخي. وانا بقول لك لي 50 سنة انا بدرس في الموضوع ده، ليس هناك اي تعارض بين الكلام العلمي وبين الكتاب، لان الكتاب ما لغاش. انا وصلتني نقطه حضرتك، بس عشان الوقت ما يجريش مننا، ده جدول بيبين التناقضات اللي اظهرها التاريخ بالكربون المشع والراديو ايزوتوب وكل الحاجات دي. يعني مثلا قمم جبال انفجرت في الثمانينات ونسبوا ليها عمر مئات الالاف من السنين. طب الحاجات اللي حصلت قدامنا في الوقت الحاضر ينسب لها مئات الالاف من السنين؟ طب اذا كان الحاجات اللي حصلت قدام عينينا نسب ليها مئات الالاف من السنين، ما بالك بالاحداث القديمه اللي حصلت من زمان؟ اخر سؤال وهنختم معلش، عشان اتفضل حضرتك. هقول لحضرتك، هي كلمة خربة وخالية مش ترجمة دقيقة. الترجمة اللي في العبري بتقول توهو فابوهو، اللي هي بالانجليزية unformed unfilled، غير مشكلة، مادة خام غير مشكلة وغير مأهولة. بمعنى أن الله خلق الأرض دي مادة خام لم تشكل ولم تصاغ ولم لما نروح للآية بتاعت أشعة 45، خلق الله السماوات والأرض وللسكن هيئة، يعني ما كانتش غلامية ولا بيضة ولا خربة. لا وما خلقهاش خربة طبعا وما خربتش، يعني هي خلقها مادة، هي ترجمة غير دقيقة. يعني الخراب ده حدث في وسط الأحداث، مفيش خراب حضرتك حصل. أنت مش عايز تسمعنا للآخر. اتفضل. احنا وجهة نظر خالفنا، انما اسمع وجهة نظرنا بقى. اتفضل حضرتك. مش عايز تسمع حضرتك. لا اتفضل، انا سامعك. انا عايز اسمعها للناس يعني مش لحضرتك. طيب ماشي اتفضل. لما ناخد احنا الآية الأولى، خلق الله السماوات والأرض، وبعدين نقطة أو جاء وبعد كده وكانت الأرض خربة وخربة، يبقى إذا هناك فترة زمنية طويلة بين الحدث الأول اللي هو خلق السماوات والأرض
اللي هو البدء ومش البدء البدائي، مش البدء بتاع النبي يوحنا، لان دي مش الالف واللام. وبعدين لما ناخد الاصل العبري، حضرتك قلت بارك لخلق السماوات والارض، انما الباقي بيجي بتاع اسى اللي هو خلقه مش معاد اعاده اصلاح. الاثنين بيستخدموا بالتبادل على فكره. عدا لما قال خلق الانسان على شبه وصورته، دي بيستعمل فيها الفاعل بارك اللي هو خلق من عدم. يبقى اذا احنا متاكدين ان ادم ده خليقه مش متطوره، ده خليقه خلقها ادم في كما جاء في الكتاب المقدس. طيب اما ما قبل ادم او ما قبل تكوين اثنين، تكوين واحد عدد اثنين، مش دعوه بيه. طيب شكرا لحضرتك. طيب شكرا لحضرتك. هو مع الاحترام لوجهة النظر دي، انا شايف انه الكلام غير دقيق، لانه لما الكتاب بيقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وكان الارض خاربه وخاليه بالعبريه توهو وبوهو، ماده خام غير مشكله. ما فيش هنا الاسلوب العبري في كتابه في النصوص العبريه، بيستخدم اسلوب التلخيص اولا، بيلخص القصه في عباره وبعد كده بيذكر التفاصيل. يعني مثلا تكوين واحد كله بيخلص قصه الخلق لغايه ما يوصل للانسان ذروه خليقه الله وقمه خليقه الله، وبعد كده بيذكر تفاصيل اليوم السادس في اصحاح 2، بياخد التفاصيل بتاعه الانسان ويقولها في اصحاح 2. الاصحاح الاولاني يعني زي كده اطار عام لغايه ما يوصل للانسان، وبياخد اصحاح 2 عشان يذكر تفاصيل اليوم السادس، تفاصيل خلق الانسان. لما قال في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خالبه وخاليه، ده هو التلخيص لباقي احداث القصه اللي هتحدث بعد كده. لكن الله ما يخلقش حاجه خاربه وخاليه، لكن بيخلق ارض ماده خام غير مشكله على استعداد ان الله يقوم بتهيئتها وتشكيلها فيما بعد. طيب انا مش عارف احنا عندنا وقت تاني ولا لا. احنا عندنا وقت تاني يا دكتور عادل. احنا خلصنا بعد اذنكم عشان موضوع طويل بس شويه. يعني